تتجه العملية السياسية في العراق إلى التعطيل بعد حادثة اقتحام مجلس النواب من قبل المحتجين من أتباع التيار الصدري، فكتل سياسية عدة اقترحت أماكن عدة لعقد جلسة البرلمان منها كردستان والنجف، بيد أن ائتلاف المواطن كانت له رؤيته في هذا الجانب من الناحية الدستورية لا مكان لمجلس النواب إلا في بغداد ولا حل إلا بانعقاد مجلس النواب وبالتالي الهدف واضح والجميع يدرك بان هذا المجلس مجلس شرعي دستوري علينا ان لا نتجاوز القوانين والدستور وعلينا ان نعمل جاهدين للملمه الاوضاع وانعقاد جلسه لمجلس النواب بالقريب العاجل ضرورة تدخل القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية على خط الأزمة لحل النزاع الحاصل بين الكتل السياسية نتيجة التوترات التي نشبت بعد التغيير الوزاري والاحتجاجات الأخيرة بحسب مراقبين يعني اليوم البرلمان يحتاج إلى قرار من المحكمة الدستورية أو الاتحادية ليفصل النزاع الموجود في البرلمان وليقل القضاء قولة الفصل في هذا المجال كي يلتئم البرلمان ونخلص من حالة الانقسام هذا جانب وجانب اساسي الجانب الثاني يفترض ان تكون هناك دعوه من سيد رئيس الجمهورية لإنعقاد البرلمان حسب مادة 58 عقد جلسة موحدة شاملة لجميع الكتل السياسية تحتاج إلى ظروف أمنية مستقرة وتساؤلات النواب باتت السمة الأبرز للمواضيع الدائرة في الشارع العراقي حول جدية القائد العام للقوات المسلحة بتأمين محيط منطقة الخضراء من أي اعتداءات خارجية إبراهيم المحمود قناة المدى بغداد